استاذ محمد، انا الاسبوع الماضي تعرضت لقيت فيه اغنيه موجوده على اليوتيوب عامله لغايه دلوقتي 8 مليون مشاهده. العنوان بتاعها، اسم الاغنيه اسمه مافيا، انا مافيا. اتخضيت من الاسم لانه كلمه مافيا الناس اللي ما تعرفهاش وابنائنا الصغيرين، المافيا دي اخطر من الارهاب. يعني واحد يقول انا مافيا دي كارثه، زي ما بيقول انا حرامي، انا لص، انا كذا. فبالتالي انا اتخضيت وقلت يا جماعه ازاي نسيب ولادنا نهبا لمثل هذا الفن الهابط. وكلمت النقيب الموسيقيين، قال لي انا مستاء لكن مش في ايدي حاجه اعملها. كلمت المصنفات الفنيه قالت لي، قال لي انا مستاء لكن برضه ما فيش في ايدي حاجه. كيف نواجه هذه الظواهر؟ طب هو اولا مساله الملايين المشاهده دي، في شركه في الهند بتدفع لها بالدولارات عشان تعمل مشاهدات، وعندي عنوانها. يعني ده ممكن يكون كذب؟ ده مش ممكن، ده يعني بنسبه كبيره جدا. ده ما حصل في رمضان برضو، شهر رمضان يعني نفس الحكايه حصلت، واللي قال لك انا عندي 50 مليون مشاهده واللي عندي مش عارف ايه يعني. وحصلت برضو بالنسبه للافلام، بس الافلام بقى في السينما بيحسمها ضريبه الملاهي اللي هي بتحصل على التذاكر، يعني ما حدش بيقدر يلعب فيها كتير دي. يعني بنقدر حد بيبقى راجل صادق جدا بيروح يجيب الحكايه من غرفه صناعه السينما او من اداره ضريبه الملاهي على التذاكر. لكن نيجي بقى لحكايه ان الرقابه المصنفات بيقول لك ما فيش في ده حاجه، امال مين اللي في ايده حاجه؟ يعني اما ده الجهاز المختص اعتقد قانونه بيقول انه يا اما بقى يعيدوا النظر في هذا القانون. اصل المساله دلوقتي ما بقتش اللي يقول لك ايه الالفاظ الخارجه، لا، في الفاظ اخطر من الخارجه اللي هي بتعمل نوع من التراكم الكمي والكيفي في اذان خصوصا الصبيه اللي هم ما عندهمش قدر من الخبره عشان يميزوا حاجه، انما بيتلقوا الاشياء زي ما هي. فاذا ده من اخطر ما يمكن، مسألة التراكم، انك تراكم حاجات ورا بعضها، مرة كلمة نمبر مان نمبر وان، ومرة انا الملك، ومرة مافيا. قال لا، طب وبعدين؟ يعني المسألة دي غير مسبوقة على فكرة قبل كده. يعني ده كان لما فنان بيقول على نفسه شوية، والله ده انا كانت بص تلاقي الناس كلها تقول لك ايه ده ما يصحش. وعلى فكرة الفنانين اللي بجد ما بيقولوش الحكاية دي. يعني انا عمري ما سمعت عادل امام مثلا بيقول على نفسه انا الزعيم اطلاقا، الا في المسرحيه جوه الخشب في المسرح يعني. لكن الناس هي اللي بتقول عليه، الجمهور هو اللي يقول مش حد. وايضا بالنسبه للفنان محمد صبحي، عمره ما قال على نفسه لا والله ده انا بعمل احسن حاجه في مصر والباقيين دول. بالعكس، هو الراجل بيعمل شغله زي ما هو مقتنع، فالناس هي اللي بتقول والله لا محمد صبحي ده مسرح جاد محترم بالظبط كده. لكن الدولة فعلا، بأكد كلام أستاذ محمد صبحي، ما احناش يا جماعة في أمريكا، احنا في مصر. مصر لها ظروف خاصة، احنا مجتمع بيتغير، مر بظروف يعني متعددة في السنوات اللي فاتت، ومجتمع حوله معركة بشتى الوسائل، معركة عسكرية، معركة اقتصادية، معركة سياسية، وفي مقدمتهم معارك القوى الناعمة أو هذا السلاح الخطير الفتاك. فما يجبش إن نقول لا والله حرية، لا يا جماعة، حرية التعبير لها حدود برضو، حرية التعبير ما ضرش. صحيح. يعني زي على الرأي اللي بيقول لك أنت حر ما لم تضر. صحيح. لا، دي بتضر ضرر كبير جدا، مش مسألة، وهي بتشتغل بالتراكم.